الخطايا. أقل ما يحفظ من أدعية الاستفتاح يحفظ دعاء واحد، لا يحفظ أكثر من دعاء. لماذا؟ بعض الناس يأتي ويقول أنا والله يعني دائما أسهو في صلاتي، ماذا أصنع؟ تسمع، ماذا تصنع؟ تسأل هذا كيف تصلي؟ قال دائما أقول سبحانك اللهم، ودائما أقرأ في الأولى قل هو الله أحد، وفي الثانية قل أعوذ برب الناس، ودائما أقول في السجود سبحان ربي الأعلى فقط. نقول لا، نوع، مرة تقول سبحانك اللهم، ومرة تقول اللهم باعد بين الخطايا. السجدة الأولى تقول فيها سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وفي الثانية سبحان ربي الأعلى وبحمدي مثلا، عرفت؟ بهذا ينشط في صلاته، وبهذا يعمل بالسنة، وبهذا ما تنسى السنة بإذن الله، صح؟ أي نعم، هذه فوائد التنويع في العبادات، لأن عندنا اختلاف تضاد واختلاف تنوع، هذا ما اختلاف التنوع. نعم، يقول دعاء الاستفتاح في الفريضة وفي النافلة، إلا ما سيأتي معنا في صلاة الجنائز أنه لا يقول دعاء الاستفتاح. نعم، جعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والسعي، هذا هو الوضع وهذا هو القبر، يعني يقبر، يجعل الباطن باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى والرزق والساعد هكذا، أو هذا هو القبر، مفهوم؟ على الصدر. جاءني يوم طالب وقال لي يعني فين الصدر؟ والله قلت أنا يعني ارجع للطبيب، ولو تسأل الطبيب عن هذا يكون أحسن. يعني بعض الطلاب يعني يسألك عن أشياء معروفة، يعني أين الصدق؟ أنا أرجع للطبيب. فيضع باطن كفه اليمنى، هذا البطن لابد أن يستوعب ثلاثة أشياء، الظاهر والرزق والساعد، هذا هو الوضع وهذا هو القبض. لو جمع بين الوضع والقبض هكذا لا يصح، وضع هكذا لا يصح، وضع على قلبه هكذا أو على خاصرته لا يصح، على ما سيأتي معنا في تطبيق الصلاة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. قبل الركوع وبعده. نعم، رفع اليدين مضمومتين، رفع اليدين مضمومتي الأصابع غير مفرجة، حذو الأذنين أو حذو المنكبين. نعم، عند التكبير الأول، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. نعم، ما زاد عن واحدة تقدم معنا أن الواحدة سبحان ربي العظيم، والزيادة سنة، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، ربنا ولك الحمد، يقول لربي الحمد أو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم، جعلوا الرأس حيال الظهر، هذا في الركوع سيأتي معنا. المجافاة بين ثلاث أشياء في السجود يأتي معنا. الجلسة في كل الصلاة، يفرش اليمنى، يفرش اليسرى وينصب اليمنى، ويجعل أصابع تجاه القبلة، إلا في الصلاة الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير يتورك على ما سيأتي معنا. الإشارة بالسبابة في التشهد، الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، لأن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ركن. نعم، الدعاء الاستعاذة، يستعيذ بالله من أربع ويدعو بما أحب، ومواضع الدعاء في الصلاة في موضعين، مواضع الدعاء تدعو في السجود وقبل التسليم. إذا أراد أن يدعو وهو راكع نقول لا، إلا إذا كان هذا من أوراد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة كلها دعاء أصلا. نعم، الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء والإسراء في البقية. نعم، عندنا إسراء جهر بالقراءة في كل صلاة يشرع لها اجتماع عام، في صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، صح؟ سبحان الله. نعم،
طيب بعد ما زاد عن قراءة الفاتحة ما زاد عن الفاتحة مع مراعاة بقية السنن مع بقية السنن ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في تطبيق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. حلو. طيب مبطلات الصلاة والبقية إذا ما تعرف مبطلات الصلاة إشكال، يعني قد يأتي شيء وكون مبطل لصلاتك وانت لا تدري. نعم مبطلات الصلاة ثمانية. نعم الكلام العام مع الذكر والعلم مع العلم والذكر. عندنا الحركات خمسة وارتاح. الحركات كم؟ خمسة. حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة جائزة وحركة مكروهة وحركة محرمة. كم؟ على الأحكام التكليفية الخمسة. نعم الحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة، إن لم يتحرك كانت الصلاة باطلة. مثاله ما ذكرنا مع الأخ، وأنا أصلي مر طائر محرم الأكل وأنزل علي شيء من بول أو غائط مثلا ولا أدري عنه، فماذا أصنع؟ الحركة هنا واجب أن أزيل النجاسة، صحيح؟ هذه حركة واجبة، لأن لو لم أصنع هذا كانت الصلاة باطلة. هذه حركة واجبة لأن توقف على هذه الحركة صحة الصلاة. الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة كسد الفرج. سد الفرج أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مستحب. حركة جائزة هي الحركة التي تكون لحاجة، الحركة التي تكون لحاجة. وأنا أصلي الآن دق الجوال فأدخلت يدي في جيبي وأغلقت الجرس في أدنى حركة، يصح؟ يصح. نعم هذه حركة جائزة. سقطت النقود من جيبي وأنا ساجد، ماذا أصنع؟ أخاف على النقود من السرقة، ففي أدنى حركة حملت هذه النقود ورجعت إلى جيبي. حركة حاجة. نعم الحركة المكروهة هي الحركة القليلة غير المتوالية ولغير حاجة، حركة لكنها يسيرة لحاجة، لا إذا كانت لحاجة فهي جائزة، لغير حاجة لغير حاجة ويسيرة فهي حركة مكروهة. الالتفات في الصلاة التفات يسير، التفات يسير لغير حاجة حركة يسيرة فهي مكروهة. طيب الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة محرمة. دق الجوال فأخرج الجوال من جيبه ونظر في الرقم وقال إنا لله. هذا يتصل عليه في هذا الوقت أو يكلمه مثلا يقول أنا في الصلاة، يتكلم في الصلاة، هذا كلام عمد مع العلم والذكر. الصلاة باطلة. يأخذ يعني وهو يصلي معه يعني كاس ماء وقطعة من الكيك مثلا، يأكل ويشرب وهو يصلي، حركة محرمة. إذا لو فهمت هذه الحركات تفهم المبطلات بإذن الله. إذا حركة واجبة توقف عليها صحة الصلاة، مستحبة كمال الصلاة، جائزة لحاجة، مكروهة قليلة غير متوالية لغير حاجة. الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة فهي حركة مبطلة للصلاة. نعم الكلام العمد مع العلم
والذكر. الكلام العمد خرج بهذا ما لو تكلم ناسي أو جاهل أو لمصلحة الصلاة، جاهل أو ناسي أو لمصلحة الصلاة. حديث معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم، عندما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فعطس الرجل في القوم، فقال له معاوية رضي الله عنه، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فقلت له يرحمك الله تكلم في الصلاة، تكلم غير هذا، بعد هذا تكلم. قال واثق لأمي ما لكم تنظرون إليه. فعندما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال فوالله ما كهرني ولا زجرني ولا ضربني ولا شتمني. لو اليوم طالب عندنا من الطلاب يدق الجوال والجوال هذا يخرج موسيقى ممكن يقتل، ممكن إلا يكسر الجوال وكذا. يحصل أحيانا أشياء يعني دون أن يشعر الإنسان. أنا نفسي اشتريت يوم جهاز جديد ودخلت لصلاة الجمعة، وضعت الجهاز على الصامت وضعته في جيبي والحمد لله، وأنا أصلي أسمع موسيقى أعوذ بالله صاخبة، وأنا في نفسي أقول من هذا الذي يدخل المسجد والجمعة موسيقى صاخبة، وإذا بالصوت يرتفع وإذا هو مني. هذا معاوية رضي الله عنه تكلم قال والله ما زجرني ولا ضربني ولا شر، حتى لم ينظر إليه. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها ما كان الدفق في شيء إلا زانه. من يحرم الرفق قال يحرم الخير، يحرم الخير. قول النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا أخي دق الجوال أو كذا، تعمدني بنصحك في انفرادي، يا أخي لماذا تصنع كذا؟ صح؟ نعم. وقد يزيد هذا إذا يعني عنف كذا، لكن تقول يا أخي يعني نحن في مكان مبارك وانت طالب علم وما يليق بأمثالكم هذا، تظن أنه ما يرضى؟ ها؟ لا. أما يضرب أو يكسر الجوال أو كذا، فأخواننا في مسائل لابد أن تعرف أنه جاءت الشريعة بهذا، ادعوا لا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تكلم معاوية رضي الله عنه جاهلا فالصلاة صحيحة. إذا تكلم ناسي دخل رجل وقال الشيخ السلام عليكم، هذا يصلي وهو يصلي وعليكم، ثم تنبه وسكت فالصلاة صحيحة. تكلم الثالث هذا جاهل أو ناسي أو تكلم لمصلحة الصلاة، تكلم لمصلحة الصلاة في حديث المسيء في الصلاة، لا في قصة ذو اليدين، في قصة ذو اليدين تكلم ذو اليدين في الصلاة. نعم، لأن الصلاة بقي عليها لم تنتهي، فتكلم في وسط الصلاة فالصلاة صحيحة. الآن يصلي الإمام بنا جزاه الله خير، وبدل أن يسجد قام وبقي سجدة، فماذا نصنع؟ نقول سبحان الله. كان الذين خلف الإمام في وادي والإمام في وادي، منهم من ركع ومنهم من قام ومنهم من سجد، والإمام لا يدري ماذا يصنع، وأنت تعرف أن الموضع هنا لابد من السجدة الثانية، فماذا تصنع؟ يقول العلماء تكلم الإمام، لأنه تسبح الآن وما تنبه، فماذا تصنع؟ تنبه الإمام، لكن الأولى
ألا تتكلم إلا بما جاء في الشرع، لأنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. تريد منه ماذا؟ السجود؟ تقول واسجدوا، نعم، أو فاسجد أو واسجد واقترب. طيب إذا لم يعرف وكان مثلا الصلاة ثلاثية وهو لا يدري هل هي رباعية أو خماسية أو كذا، ماذا تصنع؟ ولم يفهم، تكلم لمصلحة الصلاة لكن بأدنى كلام، والصلاة صحيحة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: الكلام العمد مع العلم والذكر. خرج بهذا ما لو كان جاهل أو ناسي أو تكلم لمصلحة الصلاة. نعم. أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. نعم. الضحك، الضحك لأنه حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. ثم الإنسان يقوم بين يدي الله ويصلي لله سبحانه وتعالى. ولماذا هذا اللعب والمزاح وكذا؟ وسوف يأتي معنا باب كامل في الاستهزاء. نعم إن شاء الله تعالى. الأكل والشرب تقدم معنا. الأكل والشرب، هذا الأخ أكل شيء من الطعام ثم جاء وكبر وبقي شيء بين الأسنان، شيء يسير، فهو وهو يصلي يعني شعر بحلاوة هذا الطعام وابتلع الطعام. فالصلاة صحيحة، حركة يسيرة لغير حاجة. أما أن يضع يعني في الجيب الأول طعام وفي الجيب الثاني شراب وأخذ يأكل يشرب، هذا الصلاة باطل. نعم. انكشاف العورة تقدم معنا أن من شروط الصلاة أخذ الزينة أو ستر العورة. فإذا انكشفت العورة وغطاها مباشرة فالصلاة صحيحة. إذا اكتشف بعد الصلاة أنه صلى ومكشوف العورة فالصلاة باطل. هذا في الغالب يحدث في الحج والعمرة، بلغنا الله إياكم، يعني عندما يلبس الإزار والرداء، أو في الذين يلبسون البنطال. نحن لا نتكلم الآن عن البنطال، اترك الكلام عن البنطال، نحن نتكلم عن صحة الصلاة. صحة الصلاة إذا صلى وانكشفت العورة فالصلاة باطل. نعم. وهذا بخاصة يحصل مع الذين يلبسون البنطال. مفهوم صحة الصلاة، حكم الصلاة بالبنطال وغيره، أنا لا أتكلم عن هذا. نحن نتكلم عن مسألة وهي أنه إذا كشفت العورة فالصلاة باطل. نعم. الانحراف الكثير عن القبلة، هذا معنى أن الانحراف اليسير لا يضر. يعني الآن هنا نحن في هذا المكان، البعض يأتي بالبوصلة والبعض يأتي بالجي بي اس ويقول لا في انحراف 20 درجة عن اليمين وانحراف 5 درجات كذا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وفي البلوغة قال شرقوا أو غربوا، لأن نحن الآن البعد عن مكة نستقبل الجهة. نعم. ولا إشكال. فالانحراف اليسير لا يؤثر، الانحراف الكثير يؤثر. يعني كان يصلي لهنا وصار يصلي لهنا، وهذا يعني يكون متى؟ عند التسليم عند بعض الناس أحيانا، عندما يسلم بعض الناس يلتفت هكذا على القبلة، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا. مفهوم؟ هذا انحراف كثير عن القبلة. نعم. العبث الكثير المتوالي، تنظر إليه تظن أنه غير مصلي أصلا. مثلا يصلح في الغترة أو ينظر في الساعة أو ينظر في الرسائل في الجوال، تنظر إليه أنه غير مصلي أصلا. حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، يعني تنظر إليه تظن أنه غير مصلي. نعم. انقطاب الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلو انتقض وضوء المرء ماذا يصنع؟ هو يخاف من من؟ من الله؟ يخرج. الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله أقيمت الصلاة وأراد الشيخ أن يتقدم، فجاء إليه طالب من الطلاب قال يا شيخ أتوضأ. يخاف من هذا الطالب؟
من الله، استأذن من الشيخ من الأدب وخرج ورجع بسرعة. فقال له الشيخ تقي الدين هلالي: ما شاء الله يا عبد الرحمن، وضوء السلف. ايش القصة هذه؟ الآن الشيخ تقي الدين هلالي أراد أن يتقدم وقيمة الصلاة، أراد أن يتقدم، فقال له الطالب: أتوضأ. يعني انتقض وضوء الطالب. يخاف من من؟ من الله. بعض الناس يقول: أصلي الآن مع الشيخ ثم أعيد الصلاة بعد أن أتوضأ. ما يصح، لعله يكون هذا استهزاء. فاستأذن وخرج أدب، توضأ ورجع بسرعة. فقال له الشيخ، قال: ما شاء الله يا عبد الرحمن، وضوء السلف. إيش معناها؟ السرعة. السلف ما عندهم وساوس. اي نعم، لا اعرف الوساوس السلف طبعا. اي نعم، قال: هذا وضوء السلف، نتوضأ بسرعة مرة واحدة. نعم نعم، فتح الله عليك. أيوة. طيب إن شاء الله تعالى تراجع لنا هذه المسائل ونطبق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عندي طلب واحد، أنه لا أحد يتكلم.